ثلاث نصايح من الفيسبوك مهمة جدا لأي منشئ محتوى عنده صفحة على الفيسبوك، لأن هي هتساعدك في النمو والوصول إلى الجمهور المستهدف. ركز معايا، لأن الكلام ده جاي من الفيسبوك نفسه. فمهما كانت صفحتك حققت الشروط ولم تحقق الشروط، انت تقدر تستخدم الثلاث نصايح دول علشان توصل لجمهور مستهدف. لو ما كنتش محقق الشروط تحقق، ولو كنت محقق تزيد من ريتش قناتك او صفحتك على الفيسبوك. ركز معايا في النصايح دي. النصيحة الاولى، البحث عن التعليقات على منشورك التي تؤدي الى استمرار المحادثة والرد عليها. يعني ما تردش على اي كومنت، حاول الكومنت اللي حضرتك مش هتحس ان هو فيه خد وحات اعمل له قلب، لكن الكومنت اللي هتحس فيه تفاعل بينك وبين منشئ محتوى اخر او بينك وبين مشاهد اخر ابدأ رد عليه. ولكن خليك برضو في الامان، ما تردش بشكل متكرر في وقت صغير، حاول يكون في فواصل بين الرد الاولاني والتاني والتالت علشان ما نقابلش اي مشاكل من التعليقات اللي بتحصل للحسابات الخاصة بالفيسبوك نتيجة التعليقات المتكررة. رقم 2، اعادة نشر المحتوى الخاص بك الى مجتمعات تنتمي الى عضويتها. يعني حاول على قد ما تقدر تنشر فيديوهاتك، حاول توصلها في المجموعات، حاول تبعتها لأكبر عدد ممكن من الناس حتى لو كانت عن طريق الماسنجر لصحابك، لأن ده بيساعد جدا ان الفيسبوك هنا يحس ان المحتوى ده ذو قيمة، والمنشن او الشير او نسخ الارتباط او اكسبلور اللي بتعملوها ده اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك بيعتبروهم ان حد بيعمل شير للفيديو او شير للمنصة على منصة اخرى، وده مهم جدا. رقم 3، المساهمة في محتوى منشئي المحتوى الاخرين باستخدام التعليقات او اسئلة ذات صلة. يعني انا لو دخلت بصيت مثلا عندي على الفيسبوك، ودخلت على الفيسبوك كده وبصيت في الفيسبوك على اي مثلا منشئ محتوى اخر، ولقيته في التعليقات بيتكلم عن حاجة مهمة، اهلا وسهلا بيكم مثلا انا جديد في المجموعة، لا مثلا انا مش فاتشل، ده باسم مجدي اخويا المحترم، كلامك مهم جدا جدا يا احسن ميديا باير. فين عايزين كلمة ميديا باير؟ احسن ميديا باير. تمام كده، انا عملت التعليق. من التعليقات دي بقى بيبدأ الجمهور يبص عليك ويشوفك ويعرف مين الصفحة دي ويضغط عليها من الفضول. والفيسبوك غير اليوتيوب غير التيك توك، الفيسبوك في تواصل مختلف كده. انت لما تدخل تشوف مين الشخص اللي عمل تعليق ده بيبقى الموضوع بالنسبة لك مريح نفسيا. انا عارف الموضوع ده. شكرا للجميع، ودي كانت ثلاث نصايح من الفيسبوك نفسه. يعني الفيسبوك نفسه بص على كده بقول لك هنا ثانية، بقول لك انت معايا كده في الاشعارات السابقة، ثواني في الاشعارات السابقة، بقول لك تهانينا لقد حصلت على 3900 تفاعل، يمكنك مشاركة الشكر لمتابعينك. وطبعا عزازي اخويا المحترم تسلم غالي، مش راضي تيجي ليه؟ ده حب. اوكي تمام. انت بقى هنا دي مهمتك، الرد على التعليقات والتعليقات الاخرى، بالاضافه ان حضرتك حاول على قد ما تقدر تشارك فيديوهاتك. شكرا للجميع.